الأفعال أو ضاقت الأحوال لو جاءت الأحلام ثقلاك مثل جبال لو ساءت الأفعال أو ضاقت الأحوال لو جاءت الأحلام ثقلاك مثل جبال هاموا الشراع مدوا الشراع هاموا الشراع هاموا الشراع مدوا الشراع في مركب الدنيا طالت لنا الأيام لا ينفع البهتان يا سيد الإنسان يا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على الهادي الأمين محمد أشرف المرسلين. بسم الله نبدأ هذا البرنامج الشراع كما أراده الله لنا مشاهدينا أن يكون باسمه الشراع الذي يأخذنا إلى بر الأمان. في كل حلقة نتعرض إلى موضوع يهم الأسرة والمجتمع، يهمنا كمسلمين، يهمنا كجزائريين. موضوع اليوم للشراع مشاهدينا الكرام هو تحديات الأسرة وسبل تعزيز التفاهم بينها. هذا الموضوع الذي يهمنا أفرادا وجماعات أيضا. ما الذي تغير الآن في الأسرة الجزائرية وما هو المطلوب لمواكبة هذه التغيرات وما هي الأساليب الجديدة المتماشية أكيد مع مناهج الشريعة السمحاء؟ هل احتياجات الأسرة الجزائرية اليوم هي نفسها؟ هل وسائل التربية والتواصل هي ذاتها؟ وهل على الوالدين اليوم البحث عن سبل جديدة لتعزيز التربية لتعزيز هذه الوسائل؟ هذه النقاط وأخرى سنناقشها في هذا البرنامج بحول الله. نرحب بكم جميعا مشاهدينا الكرام، نرحب أيضا باتصالاتكم عبر الأرقام الهاتفية التي تظهر أسفل الشاشة بين الفينة والأخرى حتى تشاركونا آراءكم وتجاربكم وتسمعونا أيضا أصواتكم، خاصة لأوفياء البرنامج أوفياء قناة القرآن الكريم. نبدأ دائما بالتأصيل الشرعي لأنه دائما عندما ترتفع الأمواج وتحدث الزوابع لابد لنا أن نرجع إلى شريعتنا السمحاء. تأصيل الشرعي ركن الوتد بعد هذا الفاصل. باسمكم جميعا مشاهدي الكرام اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ الدكتور أستاذنا أستاذ غداني. السلام عليكم أستاذنا. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لك يا أختي إيمان، تحية للمشاهدين الأكارم. سعداء جدا بهذا الشراع الذي نسأل الله عز وجل أن يقودنا جميعا إلى بر الأمان. أمين. نحن كغيرنا في هذا البحر المتلاطم من الأمواج المرتفعة، تحديات تعيشها الأسرة نعيشها كأفراد. والمنقذ منها هو ما ذكرتي فعلا، حينما نرجع إلى أصول ديننا نتشبث بها ونتمسك بها فإنها سبيلنا إلى النجاة بإذن الله سبحانه وتعالى. بحول الله تعالى. أستاذ نبدأ دائما ربما نستغني اليوم عن المقدمات، نستغني عن ما يدور حول الموضوع، نذهب مباشرة إلى الموضوع نحو تربية أسرة قرآنية. كيف يكون السبيل في ظل كل هذه التحديات، تحديات التكنولوجية المادية، سرعة الوقت، العائلة أو الأسرة اليوم ليس لديها الوقت للتربية، تهتم بالرعاية أكثر، لكن التربية والحوار داخل الأسرة افتقدناه كثيرا. كيف حصل هذا التغيير وكيف يكون السبيل نحو تربية أسرة قرآنية؟ نعم، بعد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله بعد. الموضوع في غاية الأهمية كما ذكرت في المقدمة، ونحن نتحدث عن الأسرة ربما تختلف الأسرة من شكل إلى شكل. هناك الأسرة التي أسست حديثا هي مكونة من فردين فقط، وتحدي كبير بالنسبة لهذه الأسرة هو الانسجام بين الزوجين، تحقيق الاستقرار. فإذا بدأت الأسرة تكبر وكان ربما المولود الأول والثاني والثالث، ونسأل الله عز وجل أن تكون ذرية النبي صلى الله عليه وسلم كلها يعني يباهي بها النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. هنا تظهر تحديات أخرى، تحديات تربية الأطفال والتي تكون بشكل وهم صغار، ثم إذا كبروا شيئا ما
تحديات تربية المراهق تختلف. نعم تختلف تماما، ثم تحديات العلاقات الأسرية بين الأسر وبعضها وبعض، ولكن في هذا الخضم كله الأسرة في حد ذاتها هي تعيش تحديا داخل تحديات داخل المجتمع. الآن إذا تحدثنا عن أول التحديات التي تعيشها الأسرة النووية بين المكونة من رجل وامرأة، زوج وزوجة، فإن أول تحدي هو تحدي الانسجام بين الزوجين. نحن للأسف الشديد ونحن نتابع ما يحدث في المجتمع، نسبة الطلاق لا أريد أن أعطي أرقاما، لكن البداهة وما تتناوله وسائل الإعلام أن نسبة الطلاق في ارتفاع مضطرد وفي ارتفاع يعني متزايد سنة عن سنة، وهذا تحدي كبير أن تستقر الأسرة. تجاوز السكن والسكينة. نعم تجاوز هذا التحدي لابد أن نعرف السبب، كما يقال إذا عرف السبب بطل العجب. من بين أهم أسباب عدم الاستقرار الأسرة النووية هي عدم تأهيل الشباب لمرحلة الزواج. كل واحد من الشباب والشابات له فكرة مسبقة عن كيف ستكون حياته الزوجية فيما بعد، ويرسم لنفسه صورة يأخذها من وسائل الإعلام، يأخذها من شبكات التواصل الاجتماعي في زماننا، يأخذها من المجتمع الذي يحيط به، كيف تكون المرأة، ما موقع المرأة داخل الأسرة، سواء كانت مرأة شريكة في اتخاذ القرار أم أنها مرأة مهمشة من اتخاذ القرار. الزوج الذي تزوج حديثا يأخذ نمط الزوج الذي ربما رسمه في مخياله كما يقال، هل هو زوج يحسن معاملة زوجته أو أنه بالعكس على العكس تماما، يقال له احذر، أن المرأة إذا اسمحوا لي في العبارة فتحت لها عينها خلاص لن يبقى لك مكان داخل هذه الأسرة. فهذه التحديات كلها لابد لنا أن نحافظ على هذه الأسرة حتى لا تنحرف وحتى لا تتفكك. من خلال ماذا؟ من خلال إعطاء الصورة الصحيحة للحياة الزوجية. صورة صحيحة أين نجدها؟ هل نجدها في المسلسلات مهما كان نوعها ومهما كان مصدرها، مهما كانت البلاد التي تصدرها؟ هل نجدها في وسائل التواصل الاجتماعي؟ هل نجدها في لست أدري في نمط الحياة الذي ربما نعيشه كمجتمعات؟ كلا، إننا نجدها في المصدر الأول الذي نأخذ منه كيف نحقق السعادة في بيوتنا، وهو حياة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول لي قائل ربما هذا يعني مثال كبير جدا ولا نستطيع أن نحذو حذو النبي عليه الصلاة والسلام، نقول كلا، النبي عليه الصلاة والسلام أعطانا مثال الزوج كيف يتعامل مع زوجته، بل مع زوجاته رضوان الله عليهن، وهن أمهاتنا أمهات المؤمنين. فذاك المثال حينما نريد أن نأخذ نمط الزوج وكيف يتعامل الزوج، كيف يتعامل معها وهي ذات ولد، وكيف يتعامل معها وليس معها ولد، كيف يتعامل مع الأبناء وهم صغار، كيف يتعامل معهم إذا كبروا، كل هذا نجد مختلف المواقف بين نعم الزوجات أيضا. نعم حتى إذا كان عنده أكثر من زوجة كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام يوفق بين هاته تلك الزوجات، وهي أسرة ككل الأسر وبشر ككل البشر. ما يتصورش الإنسان أنه زوجات النبي عليه الصلاة والسلام أو الصحابة رضوان الله عليهم هم من الملائكة المقربين. نعم. كلا، كانوا يخطئون ويصيبون ويصوبهم النبي عليه الصلاة والسلام. صحيح النبي عليه الصلاة والسلام معصوم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وهذه عقيدتنا. نعم. كمسلمين. نعم. لكن من دونه من الناس يخطئ والنبي يصحح، والنبي صلى الله عليه وسلم يتنزل عليه الوحي. نعم. ويصحح وهو المعلم كما ذكرت صلى الله عليه وسلم. انطلاقا من هذا يعني ربما الخلاصة التي نريد أن نخلص إليها في هذه إن صح أن نسميها مقدمة، أنه ما من أسرة إلا وفيها تحديات. إذا كان ذكرنا مسألة الطلاق مثلا، الطلاق حدث في بيت النبوة. نعم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا عيبا وليس هذا من ما يذم. وإذا تحدثنا عن الخلافات الزوجية وربما حتى ترافع الأصوات، حدث هذا. نعم. في بيت النبوة. نعم. أيضا، وتنزل به قرآن يتلى إلى يوم الدين. فإذا حينما نرجع إلى المصدر الصافي والمصدر الصحيح الذي نستقي منه، كيف تعامل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجته في عدة مواضع من 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 الحياة الزوجية؟ يعني الموضع حينما أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها. نعم. تكسر الطبق الذي. نعم. جاءت به إحدى زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لتقدم طعاما وهو أمام أصحابه رضوان. نعم. الله عليهم.
الموقف محرج نعم جدا، اكتفى النبي ولكن عليه الصلاة والسلام، غارت معالجة أمكم، راقية جدا أيضا. غارت أمكم، انتهى سبحان الله. الموضوع وقال لها عليك أن يعني عليك الضمان، معناها هذا الطبق الذي كسرته عليك أن تأتي بطبق غيره، لأنه هذا حق من حقوق نعم المادية للعباد. فإذا ونحن نعايش الأسرة ونتعايش مع هذه التحديات، وحينما نتحدث عن تحديات لابد أن نتأكد أنه كل أسرة، كل داخل أسرة فيه تحديات، ما ليس هنالك لكن النعيم المطلق كما أستاذة، يقول. قاعدة المودة والرحمة أعتقد هي خلاصة القول، خلاصة كل القواعد التي يمكن أن تمشي عليها الأسرة، المودة والرحمة. في موقف الرسول عليه الصلاة والسلام الذي ذكرته حينا، أنه كيف ضربت السيدة عائشة عليها رضوان ذلك الطبق، هل يمكن أن نطبق ذلك الموقف في حياتنا اليومية؟ هل يمكن أن يتمثل الرجال، رجالنا اليوم، صحيح برسولنا عليه الصلاة صلى والسلام؟ الله عليه وسلم. أنا أقول هو تحدي، وكنت سأذكر يعني مثال أو أذكر وضعيا، صح هذا التعبير، إبليس عليه لعائن الله. علاش والعياذ نقول بالله أنه في منه. كل بيت لا بد من تحديات، نعم. لأنه إبليس عليه لعائن الله لا يرضى أن يجتمع اثنان نعم. على مودة ورحمة، وذكرك للمودة والرحمة هو الأساس الذي تبنى عليه الأسرة. بارك ومن الله. آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة، يعني الأساس هو المودة والرحمة. نختلف في مسألة المودة تكون في البداية والرحمة تكون في النهاية، ويختلف المفسرون في هذا ولكن نهاية المطاف أن المودة والرحمة هي التي تبنى عليها كل عنوان العلاقات. الزواج. نعم، كل العلاقات الزوجية تنبني على هذا الأساس، لأنه الأساس كما يقال هو الذي يكون تحت الأرض ولا نراه بأعيننا، ولكنه هو كله الذي يحمل هذا البناء الشاهق الذي هو أسرة، ويكون عندها أبناء، وبعد الأبناء يكونوا أحفاد، وتبقى مستقرة لا تهتز مهما كانت الزلازل التي تصيبها. أهم الزلازل هو إبليس عليه لعين الله، الذي ينصب عرشه على الماء كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام، وينادي أتباعه ماذا فعلت أنت اليوم؟ أغريت فلانا فسرق، فيقول اذهب. أغريت فلانا فكذب، اذهب. أغريت فلانا فشرب خمرة. من الذي يجلسه على عرشه ويضع عليه على رأسه تاجه؟ إنه الذي يقول له فرقت بين اثنين. لماذا أستاذ؟ وخصوصا إذا فرق بين المرء وزوجه، من ربما من أشنع وأبشع السحر الذي ذكر في القرآن الكريم، يفرقون بين المرء وزوجه، يفرقون بهذا السحر. هذا من أبشع أنواع السحر والعياذ بالله، وهي من صنائع إبليس عليه لعائن الله. لماذا ذكرت قلت لماذا يجلسه على عرشه ويضع على رأسه تاجه؟ لأنه هذا منى إبليس عليه لعائن الله. هذا ما يتمناه، أن لا يرى الناس مجتمعين بل يراهم متفرقين. بوابة الخبائث. ويقول وقد وعد لأقعدن لهم صراطك المستقيم. معناها مهما هذا الإنسان حاول أن يستقيم على هذا الصراط الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يشرح قول الله عز وجل وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، إبليس رسم له منعرجات وطرق منحرفة، نعم، تحريفه. وكما يقول النبي عليه الصلاة والسلام على رأس كل سبيل إبليس، من أجابهم إليها قذفوه فيها يقصد النار والعياذ بالله. فهذا هذا هذا المفهوم الذي التحدي الأكبر، وهو تحدي أن نرغم أنف أو نمرغ أنف إبليس في التراب. نعم. بمعنى يجيني هذا الموقف، الرجل مع أصحابه وتأتي امرأته لربما في حادثة عائشة كسرت طبقا، في أي حادثة قد تحدث في أي بيت من البيوت، قد تقول له كلاما، قد ترمي في وجهه ماء، قد ترمي في وجهه أي شيء يتصوره، كيفاش راح يكون رد الفعل؟ هنا يتذكر النبي عليه الصلاة والسلام كيف عالج النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوضع. وثم النبي عليه الصلاة والسلام خرج لنا أجيالا من أصحابه رضوان الله عليهم، أيضا هم مضرب مثال. يروى مثلا عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، وكان آنئذ أميرا للمؤمنين، يأتي رجل يريد أن يطرق الباب حتى يشكو زوجته للنبي عليه الصلاة والسلام، فيسمع داخل البيت صراخ، يقول هذا أمير المؤمنين وزوجته ترفع صوتها عليه، فما لي أن أشكو بهذا المرأة. يفتح سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه الباب، فيجد الرجل موليا رايح، فيقول له يا هذا ماذا أردت؟ قال يا أمير المؤمنين جئتك في أمر فوجدتك فيما أنت فيه. فسيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه يقول له يعلم هذا الأدب
مع هذه المرأة؟ يقول له لقد نثرت بطنها لأبنائنا وعاء، نعم، وجعلت صدرها لهم غذاء، صحيح، وهن من يرقعن ثوبنا وينظفن بيوتنا ويصبرن على أذانا، أفلا نصبر عليهن؟ شوف هذه المعاني من أين أخذها سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو الذي تحدثنا عنه أخبار الجاهلية قبل الإسلام، كيف كان عنيفا وشديدا، نعم، شديد، كيف أنه ضرب أخته، نعم، التي كانت تحمل صحيفة من صحيفة حين أسلمت، نعم، حينما كانت هي زوجها ضربها حتى دميت، فلما رآها قد دميت، يعني ساح منها الدم ربما من وجهها أو أنفها، يعني استفاق وقال أعطني هذه الصحيفة، قالت لا أعطيها إياك فإنك نجس حتى تتطهر، فذهب وتطهر ورجع، أعطته الصحيفة قرأها فأسلم. هذا القوي شديد في العبارة الشديد في معاملته يتحول إنسان رومانسي في معاملته لزوجته. علاش؟ ما الذي غيره؟ غيره هذا الدين ومصاحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعلمه من النبي عليه الصلاة والسلام كيف يتعامل مع هذه الزوجة من خلال كتاب الله عز وجل ومن خلال سنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الذي ينقصنا نحن في هذا الزمان، الوعي أستاذ، أننا نؤهل شبابنا وهم مقبلون على الزواج، كيف تتعامل مع هذه المرأة، كيف تتعامل المرأة مع الرجل، ما هي حدود الله سبحانه وتعالى؟ الله عز وجل أعطى للرجل حقوقا وللمرأة حقوقا. احنا جل الخلافات التي تحدث بين الزوجين انه كل واحد يطلب من الآخر حقوق او ما يتصور انه حقوق ويمنعه من حقوقه في نفس الوقت. راتب الزوجة من بين اهم المشكلات الزوجية التي تثار داخل البيوت، ولو رجعنا الى سنة النبي عليه الصلاة والسلام لوجدنا الحل فيها. زيارة الزوجة لبيت أهلها وخروجها من بيتها بإذنه أو بغير إذنه من أهم الخلافات الزوجية، التي كيف تتعامل المرأة مع زوجها كرجل، ما يسميه علماء النفس سيكولوجية المرأة أو سيكولوجية التكوين النفسي للمرأة، الفروقات الفردية، الفروقات بين الرجل وبين كيف تفكر المرأة كيف يفكر الرجل، لأنه هذا الرجل وهذه المرأة لم يسبق لهم الزواج، فهو كرجل يتصور أنه زوجته عندها نفس طريقة التفكير تاعه، صحيح، وتتعامل بنفس الطريقة المبادئ والانطلاقات، وهي نفس الشيء، فحينما يصطدمان قد يحدث الشقاق، لكن حينما ندربهما ونؤهلهما للحياة الزوجية أن المرأة هاي كيف تفكر إذا كنت رجلا ورجل هاو كيف يفكر إن كنت امرأة، فيحصل هذا التوافق. تأتي بعد ذلك التحديات الكبرى وهي تربية الأبناء حينما يكونون صغارا في مختلف المراحل العمرية، وهذه فيه تحديات كبيرة وكبيرة جدا، كبيرة جدا، خاصة في عصر مغاير وعصر مختلف جدا، ربما حتى نحن أبناء الثمانينيات والسبعينيات لا يمكن أن نواكب هذه السرعة المفرطة في التقدم في الوقت، في التكنولوجيات، نعم، في الأفكار أيضا، أفكار الدخيلة والأفكار الهجينة والجديدة، كل هذا الوابل من المعلومات، أبناؤنا اليوم هم ضحايا هذا العصر. لماذا؟ لأنهم أعتقد أنهم لم يهيئوا، ونحن كأولياء أيضا لم نستطع التكيف مع كل ما هو قادم من الخارج وما هو جديد، لكن نسعى كأولياء ونسعى أيضا كهيئات ومؤسسات إلى إيجاد السبل التي تليق بمجتمعنا كمسلمين، كعرب، كأمازيغ، كجزائريين أيضا. شكرا أستاذ، سنواصل في هذه النقاط المهمة جدا، خاصة فيما تعلق بتربية الأبناء وتحقيق التفاهم الأسري، بعد هذا الروبورتاج الذي أعدته لنا الزميلة آمال خليفي حول تحديات الأسرة المعاصرة والتفاهم بينها. نشاهد ونواصل بحول الله. الأسرة هي النواة الأساسية في المجتمع، وهي الحلقة الأهم في سلسلة التناسق المجتمعية، فإذا صلحت صلح المجتمع والعكس. الأسرة هي المحضن التربوي الأول للأبناء، والأسرة اليوم حينما نتكلم عنها لابد أن تكون قوية، لأن قوتها هي قوة للمجتمع، وتفكك الأسرة هو تفكك للمجتمع، فعلامات قوة المجتمع تستمد من قوة هذه الأسرة التي نراهن عليها اليوم في ظل هذه التحديات الموجودة اليوم.
وفي ظل الانفتاح العالمي والتطورات التكنولوجية التي نشهدها اليوم، تواجه الأسرة تحديات كثيرة قد تؤثر على الحفاظ على ذلك التماسك والتفاهم الأسري. أمام هذه الثورة التكنولوجية التي هي أهم التحديات بالنسبة للأسرة، طبعا لابد علينا أن نتغلب على هذا الجانب بأن ننشئ تنشئة صالحة لهذه الأسرة من خلال إيجاد علاقة مودة ومحبة، ومن خلال تربية أبنائنا كذلك على الابتعاد في فترة من الفترات على هذه الوسائل التكنولوجية، وإقامة علاقة داخل الأسرة مثل الاجتماع على الطعام والشراب، مثل جلسات حوارية، مثل أن نعطي لهذا الابن فرصة لكي يعبر عن المشاكل التي ربما تلقاها في المدرسة وما إلى ذلك، فنستمع إليه ونحسن الاستماع إليه. كيف نبني بيتا دافئا تسوده علاقة المودة والرحمة؟ وما هي سبل الحفاظ على تماسك أسرتنا؟ أسئلة طرحناها وكانت الأجوبة مختلفة من فرد لآخر. تكونوا متفاهمين، تكون الرجل النية، الرجل المرأة دير النية في رجلها وراجل هيدي فيها النية، يعيشوا ما بالقليل، ما عندوش ما يخدمش، بصح كي تكونوا متفاهمين يعيشوا، البركة في القليل. الأسرة باش يتفاهموا لازم الكبير يكون واعي ويوعي الذراري ويعرف كيف يهضر معاهم ويوري لهم الطريقة الصحيحة ماشي طريق العوجة، والكبير هو كلش في الدار. لازم تكون صراحة بين الزوج والزوجة باش تكون تفاهم، ما يكونش هذا يخبي على هذا، تكون صراحة. سما الزوج هذا يكمل هذا بين الزوج والزوجه، هذا يكمل باش يصلحوا المجتمع. لكن الاول الزوج فيهم تناقض بيناتهم وكاين مشاكل ولا يحلوها بيناتهم، ما يدخلوش الاولاد بسمهم في الطرف. ومهما تعددت الاراء الا انها تتفق بالاجماع في نقطه واحده، مفادها ان العلاقه بين الزوج وزوجته هي سر نجاح التماسك الاسري. نتكلم عن الأسرة التي تحدث عنها القرآن الكريم وبين بأن العلاقة بين الزوجين هي ميثاق غليظ، قال الله تبارك وتعالى: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. وأساس تكوين هذه الأسرة هي المودة والرحمة، لقول الله تبارك وتعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. والأسرة هي المحضن التربوي الأول للأبناء. ومن المؤكد أن أحسن قدوة في بناء أسس سليمة لأسرة متناسقة متجانسة هي طريقة تعامل رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام مع زوجته وأولاده. حينما نتكلم عن الأسرة لابد أن نعود إلى سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا، النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بالأسرة خيرا من خلال الإحسان إلى المرأة التي هي المحور الأول والأساس في بناء الأسرة، حينما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا، وقال: ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. وحينما كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم بخلق الرحمة مع زوجاته ومع داخل أسرته ومع الأبناء الصغار كذلك. تحقيق التماسك الأسري مسؤولية مشتركة بين أفرادها من جهة والمجتمع ككل من جهة أخرى، وتحقيق استقرار واستمرارية هذه الخلية رهان كبير يجب أخذه على محمل الجد من أجل كسبه وضمان بناء كيان أسري سوي. نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام في برنامج الشراع، ويلتحق بنا بالبلاطو وببرنامج الشراع الأستاذ البروفيسور رابح كشاد. سلام عليكم أستاذنا. أهلا ومرحبا بتواجدي رقفة صديقي وأخي محمد غداني وكذلك رقفة منصطة المتعلقة على الأخت السيدة. بارك الله فيك. أنا أسعد هذا اليوم، يعني الله يسلمك. شكرا. أنا الأسعد أستاذ. الله يسلمك. بارك الله فيك. شكرا. ما شاء الله. مضى وقت طويل والحمد لله. الحمد لله. تقينا في هذا اليوم إن شاء الله. حتى أنه أكيد أنه مشاهدي قناة القرآن الكريم يفرحون ويسعدون كثيرا بعودة التقاء وجوه القناة هكذا في برنامج واحد. والله يعني دائما في الحصص كلما أقدم هكذا ديو يأتلفه المشاهد، دائما ما يرحبون بالاتصالات ويعبرون عن فرحتهم. الحمد لله. وبارك الله فيكم على تلبية الدعوة. أستاذ رابح كشاد، نحن نتحدث على تحديات الأسرة اليوم، التحديات المعاصرة،
وسبل تعزيز التفاهم بينها. هذا العنوان ربما العميق جدا. تحديات الأسرة، هناك تحديات مادية، تحديات اجتماعية، معاصرة التكنولوجيا، تحديات نفسية، كل هذا ربما يسقط في التحديات النفسية. صحح لي إن أخطأت أستاذ وصوبني. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أكيد ليس لك تصويب، يعني توصيف شامل، توصيف لواقع من الواقع. من الواقع فقط. عندما تكلم الأسرة المعاصرة يجب أن نحدد ما معنى الأسرة المعاصرة. نعم. في الحقيقة هنالك، صحيح يقول لنا الأسرة المعاصرة الأسرة التي جاءت في محيط متطور تكنولوجيا إلى غير ذلك من مواصفات المحيط العالمي. فنجد مثلا في كثير المجتمعات مرت على مراحل تتشابه فيما بينها الأسرة التقليدية، صح يقال هكذا، كانت تعيش في محيط بسيط مثل المجتمع الجزائري، وحتى المجتمعات الغربية مرت على تلك المراحل. احنا نعرف عندما تعيش في محيط بسيط يكون هناك، تكون هناك قوة التضامن، تكون للأسر أقل ضغط من حيث المحيط أكيد. لكن هذا المحيط نحن نعرف هو محيط متغير، حتى نقول، لا نقول أكثر من ذلك، متغير. فالأسرة مرت بمراحل مختلفة، أهمها تلك ذلك المحيط الاقتصادي الضاغط، كل الضغوطات الاجتماعية، تعقد المحيط، بالضرورة الأسرة تحت هذا التأثير. هذا التأثير أصابها بقدر ما قدم لها الكثير من العوامل الرفاهية. أكيد نحن نتكلم عن الجانب نوعية الحياة لذلك، ولكن في نفس الوقت كانت هناك ضغوط نفسية، مادية، اجتماعية بدرجات متفاوتة بين المجتمعات. نحن نعرف أن هذه الأسر لها خصائص اجتماعية معينة. فعندما نأخذ مثلا المجتمعات الغربية، نأخذ مثلا سبيل المثال المجتمع الأمريكي، الأسرة في أمريكا مثلا الآن تعاني من إشكاليات معقدة نتيجة تلك الحرية التي أدت بهم إلى مفرطة التي أدت بهم إلى وضعيات معقدة، مثلا ما تسمى بالعائلات ذات الأب الواحد، وهذا مشكل كبير في المجتمع الأمريكي. لا أسرة أيضا، ولا أسرة، لا زواج، لا إنجاب. يعني هنالك في كتابات كثيرة، وهنالك في نداءات كثيرة من الأمريكيين الذين يسمونهم محافظون، يتمنون العودة إلى تلك القيم القديمة. فمجتمعاتنا مثلا نحن قد تختلف في بعض الأحيان، نقول الأسر يعني صامدة إلى حد ما نظرا يعني الخصائص التقليدية للأسرة، والحمد لله، يعني رغم أن يعني تغير المحيط، تعقد العمران إلى غير ذلك، تأثرت الأسرة أكيد في مؤشرات. يعني نتكلم مؤشر الطلاق في الجزائر، فنسبة مخيفة، نحن نتكلم سنويا أكثر نظن 8% و10% حتى التقديرات الموجودة بدقة. فنجد مثلا هذه مؤشرات يعني مقلقة حول تفكك الأسر في الجزائر خاصة. نعرف أقل من 5 سنوات مدة الزواج 50% نسبة الطلاق هي الأسر أقل من 5 سنوات بمدة الزواج، بمعنى الجيل الجديد في حديثة الزواج، تحت حديثة الزواج يطرح إشكال. فنجد مثلا في السنوات الأخيرة بدينا نرى بعض الظواهر حقيقة الضغوطات المادية على الأسر، ونراها بكل وضوح. هذه ضغوطات نتيجة للأزمة الاقتصادية، المعيشة إلى ذلك. بدأنا نرى هنالك نداءات للتضامن، نداءات لبعض التكفل ببعض يعني الحاجيات الأساسية، حتى الدخول المدرسة رأينا هنالك نداءات للتكفل ب يعني الأعياد الدينية لغير ذلك. فنرى هذه المسائل نراها، فهنالك في حق تأثيرات على الأسرة. الجانب النفسي أكيد بالضرورة هنالك تأثيرات سوف نفصلها فيما بعد. بارك الله فيك أستاذنا. أيضا أستاذ زغداني، أيضا أنه في القرآن الكريم لو نتعرض إلى كتاب الله عز وجل لم يرد ذكر الأسرة ولا مرة، لكن المصطلحات التي كانت تخص هذه الفكرة هي السكينة، المودة، الرحمة، هو رحمة بالعباد. أعتقد أنه صح. المصطلحات أتت في غاية الرحمة، المودة، الرحمة، السكينة، هذه المصطلحات التي بقدر ما نتوه في الحياة، بقدر ما نبحث نرجع إلى هذه المصطلحات التي هي لب الموضوع أستاذ. نعم، الأسرة هي السكن. حينما نقول السكن ليس بمعنى الجدران التي يقطنها الناس، إنما هي السكينة التي يجدها كل من الرجل والمرأة، بمعنى، وهذه خلق الله سبحانه وتعالى في الإنسان. إن الإنسان نرى في ذلك في سن المراهقة مثلا،
في شبابنا الذي يتأخر بهم سن الزواج الاضطراب ولا استقرار لا يجده إلا إذا أسس أسرة، وهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. يعني لا يمكن ربما تحدث علميا وبيولوجيا شيء من هذا القبيل، ولكن هذه طبيعة تركيب الإنسان أنه لن يجد راحته واستقراره إلا ما شد من الناس، وكما يقال الشاذ يحفظ ولا يقاس عليه. احنا للأسف الشديد ما يسوق الآن بين شبابنا أنه ما عنده ما تدير بأسرة، واش تدير محنة في 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 رقبتك كما يقال. هل تريد ورطة ومشكلة وفيه بطالة وفيه أزمة سكن وفيه مشاكل زوجية وفيه الطلاق نسبته مرتفعة، مسؤوليات. نعم، ومسؤوليات الأسرة لن تستطيع أن توفيها، كأننا يراد لنا أن نجرجر لنصبح مثل المجتمعات الغربية التي تحدثتم عن طرف منها، أنه لا زواج لا إنجاب، الفردانية، الأنانية، الوحدة، الحرية المطلقة بين قوسين، العبث. نعم، وكل هذا هو مهدد لأصل البشرية. نعم. لأنه أصل البشرية التي بناها الله سبحانه وتعالى على الزوجية، ومن كل خلقنا زوجين، يعني من كل هذه المخلوقات خلق الله عز وجل زوجين، نجد ذلك في كل المخلوقات، كل ما خلقه الله سبحانه وتعالى من التي نراها بأعيننا إلى التي لا نراها أصلا بأعيننا، حتى التي ترى بالمجهر هذه هي مخلوقة من زوجين كما أثبت ذلك العلماء. فحينما نريد أن نخرج نحن عن هذا السياق الذي بنى الله تعالى عليه الكون، فإننا نهدد الوجود البشري في حد ذاته. نتأمل في المجتمعات الغربية التي تعيش الأنا والفردانية، وكما ذكرنا من قبل كل هذه السلسلة من اللاءات. الآن بعض المجتمعات الغربية أصبحت ما يسمى مجتمع شيخ، يفتقد إلى أولا اليد العاملة التي تنتج من أجل أن يعيش المجتمع، اثنين يفتقد إلى من يرعى كبار السن الذين بسبب التطور العلمي والطب وغيره والأدوية، يعني زادت نسبة أو الأمل في الحياة كما يسمى، أو أعمار الناس، فلا يجدون من يتولى هؤلاء. وهذا كما قلت لأنهم صادموا الفطرة البشرية والقانون الكوني الذي بنى الله تعالى عليه هذه البشرية ككل وهذا الكون كله، وهو أنه التزاوج سنة من سنن الله عز وجل في كل الكائنات ومنه الإنسان. لكن الإنسان ومنه الإنسان المسلم نظم الله سبحانه وتعالى هذه العلاقات تنظيما محكما، وهذا كله ضمانا لأن تستقر الأسرة، حتى إذا أنجبت أبناء يكونوا في محيط اجتماعي مستقر ويتناقلون هذه، لا أقول عادات والتقاليد، إنما يتوارثون ويتناقلون هذه التربية، فيكون المجتمع المسلم هو الأكثر استقرارا بين كل المجتمعات. ليس فيه تشرد، ليس فيه جريمة، ليس فيه عقوق للوالدين، ليس فيه إهمال للأبناء. ما نراه الآن في مجتمعاتنا هذا نتيجة تخلينا على المبادئ الأولى التي الأصل أن نتربى عليها، كيف يتعامل الزوج مع زوجته، كيف يكون الزوج مسؤولا على أسرته، كيف يكون الأبناء بارين بآبائهم. هذه المبادئ الأساسية حينما تخلينا عنها فنرى آثار ذلك في المجتمع، أنه فيه من يرمي والديه في دور العجزة، فيه الآباء والأمهات الذين يتخلون عن أبنائهم، تخلي كاملا عن الأسرة المسؤولية الممتدة. نعم. والاحتفاظ بالأسرة النبوية، هو المشكلة ليس في أسرة نووية ولا أسرة ممتدة، هو القيام بواجباتك كرب أسرة تجاه هذه الأسرة سواء كانت ممتدة أو نووية. الآن فيه، لا أعمم، لأنه من قال هلك الناس فهو أهلكهم أو فهو أهلكهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن هنالك نماذج نعيشها أنه فيه تخلي تام عن واجباته الأسرية كزوج، وتخلي تام كزوجة أيضا. يعني وكأنه هذه الحياة هي مجرد، أو هذا الزواج هو مجرد تجربة نجربه ونشوفه هل ننجح أم لا ننجح، وندخل مغامرة لم نحسم نهايتها، وفي نهاية المطاف نجد التفكك الأسري الذي تنتج عنه الكثير، سلسلة من الآفات الاجتماعية لها بداية ولا نعلم نهايتها والعياذ بالله. بارك الله فيك أستاذ. لو نمر أيضا مع أستاذ ربح الشادي إلى نقطة أخرى أيضا في غاية الأهمية، تشتت مصادر التلقين أستاذ، وغياب القيم، وتوهان الأسرة بين الرعاية وبين التربية. عندما نتكلم عن الأسرة نتكلم عن القيم صحيح، لكن عندما نرى مثلا في العشريات الأخيرة ولذلك المنافس القوي للتربية هو ما يسمى الأب التكنولوجي.
الاب التكنولوجيا والالكتروني في الحقيقه، وسوف نرى في اليقال حسب الذكاء الاصطناعي هذا هنالك في الحقيقه هو محيط منافس للتربيه في الحقيقه. لا اظن انه هنالك في اي اسره يعني في يقول لك انا عندي السلطه المطلقه على الابناء في غياب في هذا الضغط الموجود داخل الاسره وخارج الاسره. فنرى هذه المسائل مرتبطه كذلك بالقيم. عندما نتكلم القيم ما معنى القيمه؟ القيم عادتي كما قال الاستاذ غداني اولا مستمده من ديننا الحنيف، وفي نفس الوقت هناك قيم تربويه تقليديه. يعني نحن نرى ان الاسر منذ زمن كانت هناك قيم معينه. هذه القيم في الحقيقه هنالك صراع بين تلك القيم التي تاتي مع التكنولوجيا ومع الفيسبوك وغيرها، والقيم التي في الحقيقه هي تسمى تقليديه كما يسمونها علماء الاجتماع، ولكن هذه القيم هي التي تلعب دور كبير في تماسك الاسره. فنرى مثلا الان بدينا نرى هنالك مثلا الفردانيه، وهذا ليس من صلب المجتمع الجزائري. فنرى مثلا هنالك بعض السلوكيات الفرديه خاصه في مجال التربيه، نرى اشكاليات معينه في بدانا نراها مثلا في الشوارع الى غير ذلك، العنف، كل هذه المسائل هي تاتي من الاسره. الاسره نحن نعرف هي المدرسه الاولى في التربيه، يعني قبل ان نذهب الى المدرسه المؤسساتيه فالبناء الشخصي الاساسي يكون على مستوى الاسره، فالاسره تلعب دور كبير. فنرى مثلا كما قلنا هذا الصراع بين قيم اصيله وبين تكنولوجيا رقمية نراها من الآن تعمل ضغوطات كبيرة، وحتى نقول حتى يعني الشكاوي أو هنالك الانزعاج من تأثيرات هذه التكنولوجيا ليس فقط في بلداننا، نحن مستهلكين لسنا منتجين. نرى في البلدان التي ظهر فيها تكلم الأستاذ الذكاء الاصطناعي بدأ نرى مثلا هنالك مخاوف كبرى من الذكاء الاصطناعي. نأخذ مثلا الأسرة فعلا تقاس مباشرة، السؤال الكبير هل الأسر مهيئة لاستيعاب هذه التطورات المؤثرة مباشرة على الأسر وعلى الأطفال، أم مثل ما جرت فيها العادة الفعل ورد فعل؟ فالفعل ورد فعل عادة مكلف كثير. عندما نتكلم هل نحن مهيئون ليس فقط يكلفنا أجيال، أكيد هل هنالك عامل كبير تجاه الأسر في المرافقة؟ نحن نتكلم مرافقة بالمفهوم الفردي، لا الأسر مرافقة في للأسف الشديد بعض الأحيان نجد الأمثلة الجميلة من الماضي. في السبعينات كانت هنالك حصص إذاعية إلى غير ذلك ترافق الأسرة، نظن السيدة سامية تذكر كنا صغار. نعم. بيت سعيد. يعني احنا ماش نقولوا هذيك البرامج بالأبيض والأسود جيبوا هذا، لا يعني ناخذ المثال مرافقة الأسرة. نتمنى أن تكون هنالك مباشرة يعني كتابة الدولة وزارة اسمها للأسرة، لأن الأسر إذا كان هنالك العمل الكبير مستوى الأسر فنرى بالضروره ينعكس على التربيه الى غير ذلك، ثم تاتي المدرسه الى غير ذلك هي المكمله، لان الطفل ينشا في مؤسسات معينه. اذا كان هنالك خلل اكيد سوف تكفل به الشارع، وهنا الاشكال المعقد الذي يعني قد يطرح اشكال على مستوى السلوكيات. فالمساله مساله صراع القيم هو موجود وموجود في كل المجتمعات. يعني نتكلم الان نقاش كبير على كل المجتمعات قضيه الصراع بين القيم الموجودة في الأسر والقيم الأخرى كما قلنا التي تأتي عن طريق هذه الوسائط وغيرها. ومن بين تحديات التكنولوجيا أيضا أستاذ التحدي المادي، أن الطفل اليوم أو الأسرة أو الزوجة أو أفراد الأسرة ما يرونه على المواقع يريدونه في الواقع أيضا، تريد تلك ذلك المنزل الجميل، الطفل يريد تلك العطل الفخمة، يريد تلك السفرة الفخمة، يريد تلك السيارة، أن يركب تلك السيارة، أن يذهب إلى المكان الفلاني، أن يعيش تلك الحياة. هذا الانسلاخ الكلي بين المواقع وبين الواقع، وبين أيضا يعني حتى المؤثرون يبالغون في ما يضعونه على هذه على الصفحات على القنوات. هذه المبالغة أدت أعتقد إلى بث صورة خيالية أو هلامية غير موجودة بتاتا، ولكن الأفراد تعلقوا بهذه الصورة أستاذ. والله هذا واقع نتعامل معه، هل يمكن أن نمنع ذلك؟ هذا واقع، فالواقع يصنع نرى التأثيرات المختلفة، وهذا صعب المراقبة. وبالتالي فنرى أن التربية الإلكترونية
ليس فقط في المدرسة، داخل الأسر لذلك أصبحت مهمة جدا. فنعلم الأطفال كيف يتعاملون مع هذه الصور لذلك، ولكن في نفس الوقت لازم أن نفتح لهم مجالات أفاق حقيقية في المجتمع، لأن الفراغ مشكل. يعني عندما لا يجد الأفاق في المجتمع مثلا، من حقه أن يحلم، هذا واقع، حق أي إنسان أن يحلم، يعني الحلم مجانا، ولكن من حقه أن يحلم، وجميل جدا أن يكون هنالك الحلم، ولكن الحلم المصطنع من خلال وسائط إشكال. فكيف نعوض ذلك؟ هنالك عامل كبير أننا نفتح له الأفاق على مستوى المجتمع، يعني أنه يحلم في المجتمع ولا يحلم في المواقع. فإذا لم تكن هنالك أفاق الانفتاح في المجتمع، مثلا نعطي مثال بسيط، مثلا كيف نحببه في العلم. الآن إشكال كبير عندما يرى مثلا رواتب اللاعبين بالملايير في الشهر، رواتب المؤثرين إلى غير ذلك. أنا وجدت أباء في الحقيقة والله يعانون كيف يقنعه أنه العلم أحسن أن يوصل دراسته، وهذا الإشكال. وبالتالي فهنالك هذا الصراع بين كما قلنا بين القيم، بين القيم طلب عمل كبير على مستوى المجتمع. كيف نجعل هذه العلم والمعرفة والثقافة إلى غير ذلك كنوز نحببها للأطفال، حتى كيشوف الصورة في المواقع وفي المستوى الافتراضي أظن أنه يبقى دائما يؤمن بالحلم الحقيقي وليس بالحلم يكون الخير. مشبعا بأحلامه بأفكاره. والمساجد لغير ذلك كما قال الأستاذ غدير، أكيد هو أكفأ مني في المسألة، بارك الله فيك تلعب دور كبير. بارك الله فيك أستاذ ربح الشاد. أستاذ زغداني، نقطة مهمة لابد أن نرجع إليها، هي الارتباط العاطفي والإشباع العاطفي والإشباع الفكري أيضا. وخير من طبق هذه الأفكار الثلاث ورسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، كيف صحبته، كيف رافق هؤلاء الفتية. ربما عندما نتحدث عن الصحابة قد نعتقد أنهم كهول، أنهم كبار سن، ولكنهم كانوا شبابا. حقيقة أنهم كانوا فتية وشبابا وصبية أيضا. كيف يمكن أن نتمثل برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، نتأسى به عليه الصلاة والسلام في هذه النقطة بالذات، لأنها كنز لا يفنى حقيقة في المرافقة، مرافقة الأبناء ومرافقتنا بين أزواجنا. حتى أنه عندما نتحدث مع أزواجنا أو هم ليسوا كبار سن، هم ليسوا يعني قريبين منا في العمر، يمكن أن نتشارك فيما بيننا ألعاب، أن نتشارك في البيت أشياء. ولكن ما أريد أن أصل إليه معكم أستاذ حتى يستنفعك المشاهد، أنه يمكن أن عندنا كنز هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، كيف يمكن أن نستغله في هذه المواقف أستاذ؟ والله أختي إيمان، المشاهدين الأكارم، لابد أن أولا حتى نستفيد من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، لابد أن نصاحب هذه السيرة أو هذه السنة. صحيح. يعني يستحيل الإنسان يعرف شيء وهو لم يطلع عليه، والقاعدة المعروفة الإنسان عدو ما يجهل. أنا أريد أن أقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، هكذا أريد أن أقتدي، لازم أبذل الجهد في أن أفتح كتابا، أقرأ وأبحث، أن أطالع من خلال حتى الكثير الآن من المادة الإعلامية موجودة، سواء في على المباشر في القنوات ما يسمى إسلامية أو على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي في اليوتيوب وغيره الكثير من ولكن الإنسان هنا لابد أن يكون له غربال يمحص به بين ما هو غث وما هو سبيل. الغث كثير للأسف الشديد، والحديث الموضوع عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلابد أن يكون الإنسان مصدر موثوق من أنه كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام في عدة مواضع. في كتاب جميل جدا عنوانه كيف عاملهم للشيخ محمد صالح المنجد، كيف عاملهم، يعني يأتي بالكثير من فئات المجتمع، كيف عامل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا الشباب، كيف عامل زوجاته، كيف عامل بناته، كيف عامل المذنب، كيف عامل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم في حالة الحرب، كيف معاملة النبي عليه الصلاة والسلام في حالة السلم، غيرها من الأشياء. يعني هذا الكتاب لو الإنسان يطالع فيه سوف يصحح كثير من الأفكار الخاطئة التي كان يحملها في كيفية التعامل معنا، كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المعاق أصحاب الاحتياجات الخاصة، هذه كلها. فلابد أن الإنسان أولا لابد أن يدير خطوة أنه يتعلم كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام، مش يقول أنا أريد أن أقتدي، ولا يقول أنا ما نعرفش أنا كيف أقول النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع هذه المناسبات. لو أنا نذكر بعض النماذج فقط، بعض الأمثلة كما ذكرت هي كنوز مخبوءة نستطيع أن نستفيد منها في حياتنا ونطبقها بشكل عملي. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع الصغار،
يعني نذكر على سبيل المثال أسامة بن زيد رضي الله عنه وأرضاه، وهو متبنى النبي عليه الصلاة والسلام قبل الإسلام. شوفوا من حسن معاملته صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد قبل الإسلام، ماهوش بعد ما أسلم أو بعد نزول الوحي، قبلها. أسامة هذا كان زيد بن حارثة، أسامة بن زيد بن حارثة، نعم، لأنه كان يسمى بزيد ابن محمد، نعم، بعد أن تبناه النبي عليه الصلاة والسلام إلى أن نزل الوحي وألغى مسألة التبني. فيأتي والده ويأتي عمه، لأنه أخذ أسيرا وبيع في سوق النخاسة، اشترته خديجة رضي الله عنها وأرضاها ووهبته للنبي عليه الصلاة والسلام، فهو عامله معاملة حسنة. يجي باباه وعمه ويعرفهما ويطلبان من النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعه لهما مقابل مال، يقولوا نشري وليدنا من عندنا. فيقول لهم النبي عليه الصلاة والسلام: هل لكم ما هو أحسن من هذا؟ قالوا: وما ذاك؟ قال: نخيره، نخله هو يختار، إذا حبني يبقى معايا وفي هذه الحالة سأتبناه، وإذا كان قبل الإسلام، وكرر هذا أكثر من مرة، وإذا كان أراد أن يرجع معكم فليرجع معكم. تضيف العاطفة. نعم، فهو اختار النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه حسن المعاملة هي التي جعلته يختار النبي عليه الصلاة والسلام، ويكون له بعد ذلك شأن عظيم في الإسلام، يدخل في الإسلام ويكون قادة من قادة الإسلام، ويسمى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحب الناس إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا نموذج من معاملة النبي عليه الصلاة والسلام للصبي الصغير. كيف تعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع المرأة؟ هل قال: شاوروهن وخالفوهن، كما يعني يردد الكثير من الذين يريدوا أن يكذبوا على النبي عليه الصلاة والسلام؟ في أصعب موقف من مواقف الحرب في صلح الحديبية يستشير النبي عليه الصلاة والسلام أم سلمة، قل: هلك الناس. قال: وما أهلكهم يا رسول؟ قال: أقول لهم: اذبحوا هديكم واحرقوا رؤوسكم وارجعوا من حيث أتيتم فلا يتحرك أحد. عصوا النبي عليه الصلاة والسلام، فتشير على النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها وأرضاها في موقف حرب، ما قالهاش عليه الصلاة والسلام: وانت ما أدركي بهذه الشؤون. نعم، سبحان الله. فخرج فطبق يعني استشارتها، فاتبعه المؤمنون. معنى هذا إذا حبينا فعلا أنه نتمثل حياة النبي عليه الصلاة والسلام، لابد أولا أن نعرف حياة النبي عليه الصلاة والسلام. ما باش نقولوا رانا نتبعها وأنت قدوتنا وأنت حبيبنا ثم في نهاية المطاف لا نعرف حتى كيف تصرف النبي عليه الصلاة والسلام في الكثير من المواقف. على هذا عودنا على بدء كما يقال، احنا قدوتنا هو النبي عليه الصلاة والسلام، نتعرف على النبي عليه الصلاة والسلام حتى نقتدي به ويكون هو الأسوة في حياتنا، ونطبق قول الله عز وجل: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. بارك الله فيك أستاذنا على هذه النقاط، أنه حتى عندما نتحدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام دائما ما نسمات المحمدية تهب دائما هكذا بالسكينة. أستاذ رابح كشاد، ما الذي تحتاجه الأسرة اليوم في عصر هذه التحديات؟ تحتاج الكثير، أكيد تحتاج الكثير. تحتاج أولا كما قلنا معالم معينة من حيث القيم، والأستاذ ذكر بعض معالم السيرة النبوية. نتمنى الأسر تحتاج أن هذه السيرة تحول إلى برامج وتدرس بالطريقة والأداء، حتى نصنع منها نشأ له قدوة، عوض أن لا تكون هناك قدوات أخرى. نحن لا نمنعه أن يأخذ قدوات أخرى، ولكن لنا من الأمثلة ولنا من النماذج، سواء في ديننا أو في ثورتنا التحريرية، من النماذج رجال ونساء. يكفي فقط أن نرجع إلى المنطق ونفتح المجال للعمل البيداغوجي، ونحولها إلى كما قلنا نماذج معينة. الأسرة تحتاج كذلك إلى الاعتناء والمرافقة. نحن نرى اليوم أن الجمعيات الخيرية والشباب نوجه لهم تحية يقومون به رغم الوسائل البسيطة، لكن الأسر تحتاج ليس فقط للمرافقة المادية وهي مهمة جدا، ولكن المرافقة المعنوية. نحن نعرف أن الكثير من الأسر تخصم معلومات، وجدنا في دراسات كثيرة يعني سمحيني بديهيات نعطي مثال بسيط، يعني طفل ولدهم ولا بنتهم ولا بدأت تأخذ في المخدرات يعني ما يعرفوش حتى تغيير السلوك منين جاي. مثال بسيط في دراسات التي أنجزناها في المجال، يعني أخذنا مثال كيف يرافقه. يعني الأسر تحتاج إلى
عمل يعني يكون يعني عمل بسيط، معلومات بسيطة، سواء الإعلام، ونأخذ مثال يعني الأقرب للأسرة هو البلدية. نتمنى أن في على مستوى البلدية يكون مؤسسات بسيطة ترافق الأسر وتخلي المدرسة أيضا، المدرسة يعني كل هذه الوسائل الأسر تحتاج. نتذكر يعني ربما في بولونيا قبل التغير النمط، لما تغير صار إشكال، يعني تغيرت النظام الاشتراكي إلى نظام اقتصاد سوق، صار إشكال في أن الأسر كانت متعودة على نمط معيشي معين، فوضعوا وزارة كاملة تساعد الأسر على التكيف على النمط المعيشي دون جديد. أن تفقد. فنحن لا نأخذ هذا النماذج، نقول لكل الأسر تحتاج إلى مرافقة. وبالمناسبة في كل العالم حتى في دول متطورة لها مؤسسات ترافق الأسر، فما أحوجنا اليوم إلى مرافقة سواء بالمادية أو معنوية أو صحية إلى غير ذلك. بسيط. والله في بعض الأحيان بوسائل بسيطة يكفي أن الأسر مثلا توجد شكون اللي يسمع لها إلى غير ذلك. نحن نعرف أن المحيط الآن ضغط، يعني هذا هو الواقع، ضغط، وضغط يؤدي إلى تأثيرات نفسية على مستوى الأسر، مما يؤدي ينعكس على الأبناء إلى غير ذلك. العودة إلى الأسرة الممتدة أستاذ أيضا صعب، يعني نحن نعرف نحن شجعنا الأسر أو التشبث أقولها بشكل آخر، التشبث بعاداتنا وتقاليدنا وأجدادنا والخالات والعمات، كل هؤلاء كانوا يربون، كانوا ينصحون ويحرصون أيضا. احتمال حتى ربما لا نسود الصورة اليوم، يعني هنالك واقع. احنا العمران شجع على الأسر الممتدة، يعني لما درنا العمارات هو العمران النموذجي. ما معنى العمران؟ العمارات هو مباشرة يشجع النووية. والآن النووية كنت نتمنى يكون هناك نشر نتائج تعداد السابق، لكن حتى الآن ما كاش، ولكن نتوقع أن أكثر ربما من 60% الآن أسر نووية. ولكن النووية لازمش نأخذها بالمفهوم الغربي. المفهوم الغربي أن تغير الأسر الممتدة النووية كان نتيجة للتكنولوجيا، يعني نتيجة تطور التكنولوجيا غير ذلك أدت إلى تغير بنية الأسرة. نحن المؤثرات الأخرى تختلف، لكن ليس معنى هما في الممتدة في النووية يعني كأنه ينفصل تماما عن الأسرة الأم. إحنا لا، تبقى يعني هنالك شبه أسرة ممتدة بطريقة أخرى، يعني حتى مع بروز النووية، مع بروز النووية، ولكن ما لازمش كذلك نرى أن النووية هو يعني شر مطلق. لا، يعني هنا قضية موش قضية في بنية الأسرة فقط، موش قضية، لأن كانت وإحنا ما عدناش معلومات الأسرة الممتدة كانت يعني كله جمال وكل شيء جميل. نعم، كانت صراعات أخرى موجودة، ولكل فترة لها أسرتها، وليس هذا هو المشكل. المشكل أننا ماذا نعمل لمرافقة الأسر ونساعدها على تحدي أو تتجاوز التحديات المطروحة والضاغطة من مستوى المجتمع. بوركت أستاذ. شكرا. أستاذ زغداني، لم نتحدث عن تجديد الخطاب الديني خاصة في المساجد وعلى المنابر أيضا. نعم، الخطاب الديني الآن لم يعد مقتصرا على المنابر والمساجد، لأن تعداه إلى وسائل الإعلام، وسائل الإعلام بكل أنواعها، القديم والحديث على حد سواء. وفعلا نحن نحتاج إلى تجديد الخطاب الديني، أقول أنه مضمونه لن يتغير، لأنه الوحي واحد ثابت، وليس منا من يزعم أنه سيأتي بشيء جديد في الدين للناس حتى يعرفهم عليه، إلا إذا كان شيئا مبتدعا وهذا مخالف لأصل الدين. القرآن الكريم اكتمل نزوله عهد حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، عمل هؤلاء الفطاحل على تنقيتها من كل الشوائب، من ما هو موضوع ومن هو ما هو مكذوب وغيره من هذه الشوائب، وهي مستقرة والحمد لله في هذه الكتب الصحاح التي هي بين أيدينا. وهذا التراث الضخم نحتاج إلى أن ننقله للناس بلغة العصر. حينما نتحدث عن نمط الحديث الآن، حتى في العبارات التي يستخدمها شبابنا تختلف عن العبارات التي كانت مستخدمة في الزمن السابق. اللغة، طريقة الإلقاء، الوسط الذي نقدم فيه، يعني كل هذه الأشياء، احتياجات الوسط، نعم، احتياجات المجتمع وعلم الإمام بها، صحيح. فهذه كلها تحتاج إلى أنه الإمام أو المرشد أو الموجه هو ابن المجتمع، ليس منفصلا عنه. حينما يريد أن يقدم مادة لتوعية هذا المجتمع، صحيح أنه يجب أن يأخذ من هذه الأصول الثابتة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ولكن عليه أن يتخير منها ما يكون هو من حاجة المجتمع.
المجتمع يطلب شيئا حلوا حتى ترفع نسبة السكر فيه مثلا، تعطيه شيء مر. يطلب شيئا فيه شيء من الملوحة حتى يستقيم في أخلاقه ومعاملته، يحتاج إلى الإيجابية، نعم، إلى الكلمة الطيبة. نعم، فهذا النوع من الخطاب بعض المجتمع لا يحتاج منا أن نصرخ عليه، لأنه هذا طريقة من طرق الخطاب هو الصراخ. قد يكون الحديث الهادئ الهادي هو الذي يبلغ القلب، وقد قال الله سبحانه وتعالى قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، ما هيش الحسنة، يتخير أحسن الألفاظ. علاش؟ إن الشيطان ينزغ بينهم، الشيطان عليه لعين الله، وهذا تحدثناه في البداية، راه توعد لا أقعدن لهم صراطك المستقيم، ما وش هيخلينا، وبالتالي أنا سأكون خصما لشيء لا أراه، اللي هو إبليس عليه لعين الله، الذي يقف خصما لي ويحاول أن يفسد العلاقة بيني وبين غيري. فلابد أن أكون حكيما في أن لا أفسد هذه العلاقات. احنا الآن من بين التحديات الأسرية الموازنة بين متطلبات الزوجة وبين واقع الحياة الذي نعيشه، الموازنة بين متطلبات الزوجة وبين متطلبات الأم في 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 الكثير من الحالات، حالات التحديات الموجودة. الآن هذا الرجل لابد أن يكون هو الحكيم، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي أعطاه القيادة، أنت هو صاحب قائد السفينة، فعليك أن تكون حكيما في قيادتك لتلك السفينة، لا تكون لا تميل كل الميل كما يقال فتذروها كالمعلقة، ولا تتخلى عن هذه المسؤولية قال أنتم يعني لا شأن لي بكم، يعني بعض الرجال سمحهم الله يدس رأسه في التراب وكأنه الأمر لا يعنيه، والمشاكل تأكل أسرته حتى يجد نفسه وقد حاصرته المشاكل من كل مكان، ويستطيع الاستقالة. نعم، كان في البداية يستطيع أن مشكلة بسيطة نحلها، لأنه هذه الملفات إن صح التعبير ويسميها علماء التنمية البشرية بملفات، مشكلة هي عبارة عن ملف فتحة، تزيد له مشكلة واحدة أخرى، زدت له ورقة أخرى في هذا الملف جدا. الثالثة الرابعة يصبح ملف كبير، بينما لو أنه وضع حينما توضع الورقة الأولى في هذا الملف، أفتح هذه الورقة ما فيها، ما هي سبب هذه المشكلة، كيف يكون علاجها، استعين بأصحاب الخبرة والاختصاص. لأنه الآن الواحد يقول لك أنا مثلا علماء النفس وش دخلهم في الموضوع هذا، أنا واحد يقول له روح شوف واحد أخصائي نفسي، يقول لك مانيش مجنون أنا، نعم، بس عليا، لا، هذا سيقودك ويرافقك من أجل أن تحل مشكلتك، تفكيك المشكلة، تروح المحامي من أجل أن تحصل على ربما نصيحة في الجانب القانوني، ونحن نجهل القانون، تروح للطبيب. يعني بعض الناس نسأل الله العافية والمعافاة، يعني يصاب بمغص أو بمرض فيغض عنه الطرف، وهذا المرض يتفاقم إلى أن يكتشف أنه معه سرطان، الله يعافينا كلنا إن شاء الله من هذا الداء، بسبب ماذا؟ بسبب أنه تغاضى وقال خلاص أزمة وتفوت كما يقال. لا، لابد أن نقف على المشكلة في حينها، نبحث عن أسبابها وكيف نحلها، حتى لا تبقى ملفات عالقة تكون سببا في تعثر ليس الحياة الزوجية فقط، تعثر الحياة كلها للأسف الشديد. بارك الله فيك أستاذ، أيضا أستاذ ربح كشاد، المشاركة مع الأبناء مع أفراد الأسرة وأيضا الحوار الإنصات أعتقد هي حلول يمكن بها الوصول إلى بر الأمان. شكرا على السؤال أختي إيمان. والله أولا بدون تردد أقول أن في مجتمعنا، أنا نتكلم مستوى الجزائري، مشكلة الاتصال مشكلة، نعم، أساسية. وعندما نتكلم على الاتصال ليس فقط أن نعرف كيف نتكلم، يعني يجب أن نعرف كيف نسمع. نحن نعرف مثلا الأطفال، موش الأطفال، الإنسان كله يعني يحتاج، هو حاجة أصلا، بزوة حاجة أنه يعني يعبر أو يصغى له، فما بالك في الأطفال. حدث لي كثير في الدورات التكوينية في المستوى مثلا موش التنمية البشرية ولكن في مجال آخر، أنني وجدت مثلا فيه إشكال، مثلا بعض السيدات راحت خضت تجربة وتكلمت مع بنتها، وكي جات كيما غدوة قالت لي ما حبيتش تسكت، لأن كانت الحاجة كبيرة للإصغاء، لأن الأم تعمل إلى غير ذلك، وهذه النقطة أساسية في الأسرة، الإصغاء، يعني يسمع لهم أنا خير من يسمع لهم خارج المنزل، وبالتالي يروحوا في الانحراف إلى غير ذلك. احتوائهم أيضا، احتوائهم بالفعل، بالعاطفة هو جزء من الاتصال، نعرف كيف نتصل، نسميه فن التواصل، فن التواصل. للأسف الشديد في الثقافة تاعنا أننا
يعني نوبخ اكثر ما ونأمر اكثر ونأمر اكثر. بارك الله فيك استاذنا، بارك الله فيك. شكرا. على تلبيه الدعوه وعلى كل هذه المعلومات المفيده للمشاهد. استاذنا محمد غداني بارك الله فيك على كل ما تفضلت في هذا البلاطو، ونسال الله تعالى ان يكون في ميزان حسناتنا جميعا، وان يكون مجلس ذكر يرضاه الله ورسوله عليه الصلاه والسلام. شكرا مشاهدينا على المتابعه والاصغاء، السلام عليكم. نقلاك مثل جبال هاهو الشراب.